اصبري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاد ابي اتطبب بكم اليوم يا ابا فايده. اسكتي يا امي الله يصلحك. الى صار عندك بزر ولا تسبير من ابو 6 اشهر الى ابو 100 سنه، الله يطول بعمارنا عمركم على الطاعه. كحه بك، تحس انك بك زكام، تحس انك الى حطيت راسك على الفراش استشرقت. طحينه وعسل وزيت زيتون يخلطان مع بعض مقادير تقريبا متساويه، لكن زيت الزيتون اقل شوي. اصبري الله يصلحك. ميزته انه البزر ما يكرهه، ويعني عادي بتخلطه بس وتعطيهم. دوتس بنجرب بس صغيره. دوتس انا داوي. طيب الحين طبعا هذا وقته الحين مع البراد اصفري يسمونه دخلة الوسم، وابد ملعقتين ثلاث وباذن الله تنام ما بهلا العافيه. عاد بات زي الابو. دوري يلا خذي.